أعزائي المشاهدين في كل زمان وفي كل مكان، أحييكم باسمي مشعل القحطاني بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فقرتكم المعتادة، فقرة الثغرة المتفردة في كل يوم اثنين على شاشة الواقع. ضيفنا اليوم إنسان يتمتع بأنه صريح، ممكن نقول أكثر من اللازم، فأعتقد والعلم عند الله بأنه راح يقفل المراحل الثلاث كلها، وإن شاء الله يا رب يا كريم بأنه يجاوب على القفل المبهم اللي كثير من زملائه المتسابقين ما يجاوبون عنه، ما أدري ليه. ضيفنا اليوم عليان بن متعب، حياك الله. أبقاك الله وعافاك. يلا حيه. الله يبقيه. وشلونك؟ الله يسلمك. كيف الحال؟ عمرك. أنا جدا سعيد منك موجود معي وأنا اليوم. وأنا أسعد صراحة. وأنا أسعد. هل أنت جاهز في إن احنا نبدأ الفقرة؟ أنا جاهز. هل أنت دائما جاهز ولا في بعض الأوقات؟ في بعض الأوقات تحس ما أنت جاهز. أنت قلت صريح، ما أدري إيش كان. أكيد إنك راح تكون جاوب على كل الأسئلة. جدا ما في شيء أخبي. طيب أنت عارف الفقرة ومراحلها. نعم. خلاص نبدأ بأول مرحلة، وهي أسئلة نقدر نقول إنها بسيطة، ولكن المرحلة الثانية والثالثة هي فيها الشغل الحامي. طيب من أنت لكل شخص لا يعرف عليان؟ أنا عليان بن متعب الذيابي. نعم. مواليد 1419 شهر 7 يوم 25، مالك زود. شهادتي ثانوية عامة، درست في الجامعة سنتين، طلعت من الجامعة لأسباب ما، توظفت أكثر من وظيفة. هذا السي في اللي شوفني يعني. وانت بك المطاف انك تكون متسابق في نعم. البزنس، وهذا هو عليان. نعم. طيب ايش الاشياء اللي الناس ما تعرفها مثلا عنك؟ عن حياتي ولا عن عليان؟ توقع بينت كل شيء. ما ادري، احسك قاعد العمر. تقدم وظيفه. انا قلت الجامعه وقلت وظيفه وقلت، فعن حياتك، عن شخصيتك. شوف شخصيتي، هل انت فعلا صريح ام اعطيتك اللقب ذا وانت فعلا انا صريح؟ انا قبل تقريبا 4 سنوات مريت في اكتئاب، صرت حساس جدا، اتضايق من اي شيء. اثر عليك في حياتك؟ اي نعم، بس بنادم طبيب نفسه، صرت الحين اضحك من اي شيء. طيب انت يوم جيت تقدم على البرنامج ما ذكرت، او ما ادري ممكن انك ذكرت وانا ما شفت، لكن لما جيت تقدم انت ما قلت انا جيت على اساس اني احتاج اكون مقدم. فسويت لقاءات مع الشباب اخوياك. نعم. سويت معهم اكثر من لقاء، ف وش السالفه؟ شوف، جتك لحظه ادراك انك تبغى تصير مقدم في نص البرنامج؟ لا ممكن. انا عندي حاجه يعني احبها، يعني خلك تزعل علي، هي مشابهة اللي قاعد تقدمه بس مختلفة في بعض التفاصيل. وش هي؟ إني يعني خلال جلستي معك ساعة ساعتين أطلع عنك معلومات أو حاجات أنا ما أدري عنها. أنت ما تدري عنها؟ إي، بس أحتاج صراحتك. أنا أقول لأخوياي أحتاج صراحتكم. طبيب علم نفس؟ لا، بس فراسة. تشوف إنها فراسة إنك تقدر نعم. تطلع إي نعم الكلام من الشخص من غير ما تسأله مثلا ولا كيف؟ لا، أسأله أكثر من سؤال وأعطيه معلومة يقول لي صحيح. طيب يلا خلنا نسوي يعني وياك الحين. أوكي تفضل. أعطيك اليوم دور المقدم بأنك تسألني هذا السؤال وتخليني أجاوب. مش على قحطان، كم ترتيبك في أخوانك؟ 9. 9؟ بين أخت وأخو؟ إيه. طيب كيف كانت حياتك قبل 7-8 سنوات؟ مراهق. إي بس مريت في شيء؟ لا. إلا وش هو؟ مريت في شيء. عطني معلومة. وش مريت في فترة ندمان عليها لحد الآن؟ لا. أنا متأكد صراحة. لا. أنت ما أعطيتني صراحتك. ليه؟ وأقدر أقولك تحت الهواء وش مريت فيه؟
ساحر انت ولا دكتور ولا كيف؟ لا 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 انا وعدتك تحت الهواء اعلمك ايش مريت فيه. يعني انا مريت في اشياء قبل 7-8 سنوات انت تعرفها وانا ما اعرفها تقريبا. لا انت تعرفها بس يمكن ناسيها. انا اقدر اوضح لك تحت الهواء ووعدك وعد. بس ترى كل الناس تمر بظروف صعبه يعني ما هي براسك. اعلمك ايش مريت يعني اسلم. لا على الهواء؟ اي كلها ما اقدر ضرب. لا ضربك اوعدك وعد اني اعلمك تحت الهواء. شوف صل على النبي اللهم صل. انا والله صراحه انا انسان ممكن اني افوز عليك بالصراحه. صراحه طيب وش الشيء يقوله الناس قبل 7 أو 8 سنوات؟ خلني بلمح. لا لا قوله لا تلمح. مريت في فترة مراهقة كادت أن تنسف المشاعر وتضيع. إيش هي؟ إيش هي؟ مراقبك أنا. طيب أنت قلت تعرفها طيب وش هي؟ خليها تحت الهواء. ما ممنوع ممنوع أقولها. إيه لا تضحك يخليك معي صريح. جميلة الضحكة الله أعطيتي حاجات كثير بعد. الله ولا يحطني في موقف يا حبيبي.